تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك التي تستهدف مساعدة 30 ألف أسرة نازحة على امتداد المناطق اللبنانية، وتتنوع المشاريع الإغاثية التي تطال هذه العائلات بين أفطار صائم ومشروع المخابز الذي يؤمن الخبز بشكل يومي لآلاف العائلات. الحين نشتغل من خلال يعني مشروع اللي متبنيه الهلال الأحمر الكويتي، واللي هو الخاص بأفران لتوزيع الخبز، أكياس الخبز على اللاجئين السوريين. وإحنا الآن بزيارة ميدانية نتابع قضية توزيع الخبز والكميات اللي يأخذونها إخواننا اللاجئين، وقاعد يعني لنا جولة كبيرة على الأفران حتى نتأكد أن التوزيع قاعد يتم بصورة صحيحة للإخوان. وهو مجهود يعني باسم الشعب الكويتي من خلال الهلال الأحمر الكويتي قاعد يقدمونه مساهمة بسيطة لإخواننا، وأيضا في مشاريع أخرى. من مشاريع الجمعية أيضا خلال الشهر الفضيل توزيع منتجات زراعية على النازحين كالبطاطا التي اشترت مئات الأطنان منها من المزارعين اللبنانيين مباشرة لإيصالها إلى النازحين، وبذلك تكون قد حققت هدفين: سد جزء من حاجة النازحين ومساعدة المزارعين في لبنان الذين يعانون من مشكلات في التصدير نتيجة الأزمة السورية. طبعا سوف يشمل عدد كبير من النازحين السوريين اللي تم توزيعهم مباشرة يدا بيد عن طريق الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر الكويتي، ونحن اليوم في إحدى المزارع اللبنانية على الحدود مع سوريا نقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق أكيد مع المزارعين مباشرة. عندنا صعوبات بتصريف الإنتاج لأنه عندنا الطريق الدولية مسكرة، يعني بطاطا نطلع على برات البلاد على الأردن أو على الكويت أو على السعودية أو على غير بلد، الطريق مسكر. وإحنا هسه هلا اجينا الهلال الاحمر الكويتي الله يبارك فيهم ويكثر خيرهم. من هنا ستنقل هذه المنتجات الزراعيه لتوزع على مئات الاسر السوريه النازحه في مخيمات زحله. من مخيم الى اخر انتقلت بعثه الهلال الاحمر الكويتي يعاونها متطوعو الصليب الاحمر اللبناني، وقامت بتسليم اكياس البطاطا على النازحين الذين راوا ان هذه المساعدات جاءت في وقتها خلال شهر رمضان المبارك. نطبخ بطاطا، نطبخ مفركي، نطبخ اش ممكن، نطبخ في. الله يعطيكم الف عافيه، كتر خيركم. كويسه والله، نعطيهم الف عافيه، ما قصروا معنا والله، يعني شكرهم كثير يعني على احنا بي وجتنا هالمساعدات برمضان. نشكر دوله الكويت وكل الدول اللي تدعمنا وكل العالم اللي تنطينا ناكل. الله يعطيكم الف عافيه. ما بده يشتغل، منين بده ياكل؟ مزبوط، ما يجي يعني من الامم ومن عند حضرتكم من الكويت، ومن هون من بده ياكل؟ سحر بشارات تلفزيون دولة الكويت للنشرة المحلية، البقاع.